يلا برافو. كمان خد الراحه. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ لان اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب. هي ما غلطتش في حد فيكم، هي حره في نفسها. ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا مفيهوش اي حاجه. اوعى تفتكر ان انا ممكن اجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكو. دي بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها. بالمناسبه اللوك اللي عملته عاجبني وانا مبسوط منها قوي. بس قبل ما الاخوه الساده الملائكه الصالحين اللي عمالين يقلوا ادبهم ويشتموا ويقولوا تاخد الترند وجاتها البلا في شكلها وابوها ما عرفش يربيها، لان بنتي بتربيها كويس جدا بس هي بتتصرف باللي هي حاسه بيه. اسمى انت شكلك زي القمر، شكلك كان حلو جدا وخدت الترند، برافو عليكي. ما اسمعيش كلام حد وما تهتميش بكلام حد، وانا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا او عليها. المهم ان احنا بنضرش حد. لا تنسوا متابعتنا لمعرفة آخر الأخبار.